تشكل هذه المناظرة فرصة ثمينة لسوناك لتقليص التقدم الكبير الذي يتمتع به حزب العمال في استطلاعات الرأي منذ إعلان إجراء الانتخابات قبل أسبوعين، أليس كذلك يا مولود؟ بالفعل يا محمد، فحزب العمال حافظ على تقدمه في استطلاعات الرأي بأكثر من عشر نقاط على مدى نحو 18 شهرا كاملا، ما يدل على أن البريطانيين فاقوا درعا بحزب المحافظين الذي يتولى الحكم منذ 14 عاما. سوناك قدم مجموعة من الوعود الجذابة في الأيام الأولى للحملة الانتخابية في محاولة منه لتثبيت حظوظ المحافظين واستعادة مؤيدين باتوا يميلون للمعارضة. فزعيم المحافظين تعهد بمراجعة الخدمة العسكرية وتوفير حماية أكبر لمداخل المتقاعدين وضمان استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد، فيما اعتمد ستارمر مقاربة أكثر تحفظا بهدف الإبقاء على تقدمه، وسعى لطمأنة الناخبين بأن حزب العمال سيدير بشكل مسؤول الاقتصاد والسياسة الدفاعية للبلاد. قضايا الدفاع التي شكلت تقليديا مصدر قوة للمحافظين يسعى ستارمر لتحويلها لمكسب لحزب العمال، حيث تعهد بزيادة الانفاق الدفاعي بنحو 2.5% وتقديم حزبه بأنه الحامي للأمن القومي للبريطانيين. نيجيل فاراج الذي أسهم بدور قيادي في الدفاع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قال إنه سيرشح نفسه في الانتخابات المقبلة وسيقود حزب الإصلاح اليميني في ضربة قوية لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.